كرمت هيئة الملتقى الإعلامي الفائزين بجائزة الكويت للإبداع في نسختها 9 من المبدعين والمؤثرين في مجالات الفن والثقافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان. وشهدت النسخة الحالية مشاركة أكثر من 240 إعلاناً من مجمل الإعلانات التي تم عرضها خلال عام 2021 لعدد من الشركات المحلية والعربية، في حين حرصت هيئة الملتقى على تكريم مؤسسات وشخصيات برزت طوال العام تكريماً لعطائها المتميز وإبداعها في عدد من المجالات. وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إن الكويت للإبداع ليست جائزة فحسب، إنما مسعى جاد للارتقاء بمعايير صناعة الإعلان في دولة الكويت والعالم العربي وصقل مهارات العاملين في هذا الحقل لتواكب المعايير الدولية. وأضاف أن الجائزة التي تأتي بتعاون مشترك مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل تستهدف خلق روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية في مجال صناعة الإعلام، فضلا عن ترويج الأفكار الإيجابية والبناء المطروحة في المواد الإعلانية.